وحول هذا الموضوع أكد سعادة السفير عبد العزيز محمد العيد رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية، أكد خلال مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي في نشرة سابقة أن الحضور الدبلوماسي لسلطنة عمان حضور مميز على مختلف الأصعدة، وخصوصا في دعمها للقضايا العربية والإقليمية والدولية. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان المعظم حفظه الله ورعاه، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين والالتقاء بأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتي تأتي تجسيدا للروابط الدينية والتاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمع بين السلطنة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين. طبعا الحضور الدبلوماسي لسلطنة عمان حضور مميز وحضور عالي المستوى وعلى مختلف الأصعدة، فالسلطنة دائما ما تأخذ بزمام المبادرة، وخصوصا في دعمها للقضايا العربية والإقليمية والدولية، وتقوم سياسة عمان الخارجية على رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لبناء حاضر ومستقبل زاهر للسلطنة وشعبها الشقيق، وتعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والتي تعتبرها ضرورة لا غنى عنها للبناء والتنمية، وتكريس كل الجهود لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة مع الأشقاء والأصدقاء على مختلف المستويات.